ستة أنواع من العبادة أجرها عظيم. أولا سنة الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثانيا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ثالثا صلاة الوتر، إن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، وأنه يتنزل في الثلث الأخير من الليل. رابعا الدعاء في الثلث الأخير من الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل نزولا يليق بعظمته كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. خامسا قراءة سورة الإخلاص 10 مرات في اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. سادسا الحوقلة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.